وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة طبعا العميد كابتن حسام حسن تدريباته استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. صفوف المنتخب اكتملت بمشاركة جميع اللاعبين وانضمام الخماسي محمد عبد المنعم، محمد صلاح، مصطفى محمد وعمر مرموش وكمان محمود صابر اللي انضم للمعسكر بعد إصابة نبيل عماد دونجا بإجهاد في العضلة الخلفية. طبعا بنقول له سلامات يا دونجا. ويخوض منتخب مصر اليوم مرانه الرئيسي وقبل الأخير بقوامه الكامل استعدادا لمواجهة نظيره موريتانيا في 7 مساء الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025. إن شاء الله كل التوفيق لكابتن حسام حسن ولكل المجموعة إن شاء الله في التصفيات. إن شاء الله إن شاء الله نقدر إن احنا نحصل على كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025. عمر مرموش مهاجم منتخب مصر ونادي انترخت فرانكفورت دخل ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر الماضي، ده بعد تألقه مع نادي وتصدره ترتيب هدافي الدوري الألماني. كمان تم ترشيح النجم المصري للفوز بجائزة أفضل لاعبي فريقه خلال شهر سبتمبر اللي فات. مرموش الصراحة بيقدم أداء رائع جدا وهايل جدا من بداية الموسم، هو حاليا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف في 6 مباريات فقط بفارق 3 أهداف عن هاري كين مهاجم بايرن ميونخ. طبعا كل التوفيق إن شاء الله لمرموش في الفترات اللي جاية، يعني احنا بصدد نجم آخر خلفا لمحمد صلاح. تواجد النجم المصري محمد صلاح في قائمة مكونة من 23 لاعب بيمثلوا ليفربول الإنجليزي وبيشاركوا منتخبات بلدهم في الأجندة الدولية الحالية في مختلف القارات. محمد صلاح بيستعد لقيادة منتخب مصر أمام موريتانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، بينما قائمة الدوليين في ليفربول بتضم فريقين تقريبا أبرزهم ديجو جوتا البرتغال وأرنولد إنجلترا وروبرسون اسكتلندا وإبراهيم كوناتي وفرنسا لويس دياز كولومبيا. طيب تعالوا برضو لسه مكملين مع ليفربول الإنجليزي واللي تلقى صدمة جديدة بعد تأكد إصابة حارسه البرازيلي أليسون بيكر في أوتار الركبة، ما قد يهدد عودته إلى الملاعب قبل نهاية شهر نوفمبر اللي جاي. الحارس البرازيلي قد يغيب عن العديد من المباريات المهمة منها مباراة ليفربول ضد تشيلسي على أرضه وأرسنال خارج أرضه ومباراة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا وغيرها كمان من المباريات الهامة. أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن ارتداء تشواميني نجم ريال مدريد شارة قيادة منتخب فرنسا في الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية بدلا من زميله كيليان امبابي مهاجم الملكي اللي لم ينضم لقائمة الديوك في التوقف الدولي الحالي بسبب إصابته. توج النجم الفرنسي امبابي بجائزة أفضل لاعب في صفوف ريال مدريد عن شهر سبتمبر اللي فات، وتفوق امبابي على زملائه داني كارفاخال وفينيسيوس ويحتل ريال مدريد
وصاف الترتيب الدوري الأسباني برصيد 21 نقطة. كمان ريال مدريد خاض 41 مباراة متتالية بدون خسارة في الدوري الإسباني.